انا ما سيفيليزاسيون تاع الكراج هذيك تطوروا تطوروا. السلام عليكم ورحمه الله. ازوف اللون الحوار اللي نشرته اسبوعيه البوان الفرنسيه واللي جراوه صحفيين جزائريين اثنين هما عدلان مدي وكمال داود. الحوار هذا طبعا كانت فيه اتهامات ضد الماك من طرف عبد المجيد تبون اللي يهدر بلا ما عنده يعني ينسب لي راه رئيس دوليت كل مشغول هذاك واحد تاع قهوه تاع الشارع يهدر يقول لك هذاك راهو تيروريست هذاك راهو كذا هذاك راهو كذا. لازم تجيب الدليل كي تكون رئيس دولة ما تهدرش هذاك برك. المهم دوك وارفنا تبون الله ينوب اتهم الماك بحركة إرهابية. طبعا الماك ما يسمحش في حقه. فرحات مهني بمجرد ما خرج الحوار بعث برسالة طلب فيها حق الرد. القسم القضائي تاع المجلة السيرفيس جوريديك تاع المجلة رد على فرحات مهني يقول له ما كانش سبان ما كانش قذف ما كانش شتيمة وبالتالي هذا ما يستدعيش ممارسة حق الرد. يعني انك تنعت حركة سلمية انها حركة ارهابية ما هي شتيمة. هذه جديدة عند الفرنسيين هذه لانه الفرنسيين اكبر يعني تهمة تقدر توجهها لواحد انك توصلوا للحبس لانه كاين اختصاص في القضاء وحده دايرينه وحده لو بول تيروريست يعني انتي تيروريست تاع القضاء. كل واحد راهو تيروريست تتحرك ماكينة كاملة حسب لو بوا قال لك لا يا ريان. هذا واش يدل على انه جماعه كحت طبعا كحوا لهم. وشوفوا اللي خالط الغبي واللي غبي واللي خالط الفويو واللي فويو واللي خالط السفيه واللي سفيه. شوفوا هذا المجله هذه خالطوا اغبياء ولا اغبياء لانه نسى باللي فرنسا دولة قانون انه فرحات مهني راح يبعث نهار الاثنين الرد ديالو عن طريق المحامي وعن طريق عادل التنفيذ هويسي جوستيس عادل القضائي طريقة اوبليجي لانه ذاك روح يبدلوا لي زارتيكل كذا لافوكا كي يحط له قال له الماده كذا الماده كذا الماده كذا يلزمك تنشر حق الرد وينشروها وراسهم في الارض وكما ينشروهاش راح يروحوا للعداله. وذاك الوقت فرحات من يضرب عليهم مصروف من المصروف اللي داوه من عند العصابه هكذا راح تتم. شوفوا لي خالط الاغبياء كيفاش يوصل يتمرمد. قالوا سو كي ساسومبل سو روسومبل نعم دي فويو صابوا داخل لو بوان دي فويو كيفهم اللي يحكموا عليهم وخلصوا من عندهم لانه ما تقدرش جريده محترمه ما تنشرش حوار لواحد معمر اكاذيب وما تجوش من لحظة واحدة صحفيين اثنين ولا واحد ناقضوا بيرسون لي ابورتي لا كونتراديكسيون. وكما قلت كانت مخدوم كانت مخدوم الحوار كان مخدوم قالوا الاسئلة مكتوبة جاوب عليها مكتوبة جاوا ضربوا قاعدة في الجنينة سمعت مع قالك دخلنا المكتب باش شفناهمش دخلوا المكتب ما كان حتى صورة وباش يقول لك باللي راهو تجرى الحوار كيسيون ريبونس امبوسيبل لانه كيسيون ريبونس لما واحد يطلق لك بومبا كذبه قد بالحملاوي الصحفي المحترم ما يقبلهاش
قبلهاش. لما تجي تقول لي الاغلبيه مشات صوتت في الانتخابات الرئاسيه والارقام المزوره تاعكم بعد تعطيك 38% 39% من اللي شاركوا، الكتلة الناخبة فيها 24 مليون وصوتوا منها 9 ملايين، وين راحت الأغلبية؟ وين راحت الأغلبية؟ وانتايا من الكتلة الناخبة ديت 4 ملايين و900، وين راحت الأغلبية اللي عندك؟ أي صحفي مبتدئ يرد عليه هنا، يرد عليهك. درك انا احترم مواقف كل واحد، اللي يبيع روحه قول ربي سهل عليك بيع روحك. واش راح نقول لك انا ما تبيعش روحك ولا ربي سهل عليك، هذا موقفك وانت حر فيه. وزيد ما تقدرش تطلب من الناس كامل تكون كيما نكونوا حنا، لا كنا ملاح لا ما كناش ملاح. تقدر تقول الناس يكونوا كيفك، كنت مليح لا ماكش مليح، وخاصة لما نوصلوا للرجولية، للرجلة. الرجلة ما تتباع ما تشرى، وانك تصمد امام المغريات يعني صعيبة، ما تقدرش تطلب الناس كامل تصمد امام المغريات، وانك تصمد امام التهديد كيف كيف، ما تقدرش تطلب الناس كامل تصمد امام التهديد. هذا هو انا الحوار مخدوم. البوان عادوا يرفضوا ينشروا حق الرد، لأنه حق الرد هدايا معمول به في فرنسا، فرنسا معمول به حق الرد، ما فيها حتى هدرة. وربي قدر خير بلادنا، وربي بعد عليها ولاد الحرام الخبثاء هما الأديان الكبار تاع الجزائر. والسلام عليكم ورحمة الله.